صوت جميل جدا، وعايزه بقى اكمل حدوته مارينا، لان دلوقتي احنا في زمن السوشيال ميديا، ما بقاش حد مستني حد يكتشفه، وما بقاش حد مستني فرصه ان الناس تشوفه. بالظبط. حتى احنا عرفناكي عن طريق السوشيال ميديا. قولي لي بقى، بدايه الانطلاق في السوشيال ميديا حصلت ازاي؟ هو انا في الاول يعني كنت بنزل حاجات صغيره على البروفايل بتاعي العادي خالص. بدأ صحابي واهلي لا لازم تعملي حاجه فيديو، اعملي حاجه بروفيشنال ونزليها. في الاول انا كنت قلقانه جدا من رد فعل الناس. انا على سنين طويله المجالات اللي انا بغني فيها معروفه فيها، فكنت احس انها في الكومفورت زون بتاعتي. اللي هي كانت ايه؟ الاغاني في المدارس والحاجات دي، وبالنسبه للمجال الكنسي. أوكي. فكنت معروفه فيه ان انا نفس الاريا بالظبط. بالظبط. فانا هخش مع اتعامل مع ناس انا عمري ما طلعت قدامهم، عمري ما سمعوا صوتي. كنت مرعوبه من رد فعل الناس. فاول حاجه نزلت فيديو على البروفايل بتاعي، فوجئت برد فعل رهيب، والفيديوهات بدات تنتشر بره خالص المجال بتاع اصحابي. ولقيت ناس بعتالي تقولي لازم تكملي. غنيتي فيها ايه؟ غنيت فيها اغنيه لمحمد منير اسمها قلبي ما يشبهنيش. اوكي. حلو. فعملت صدى جامد قوي. فساعتها قررت ان انا لا لازم اكمل، وان انا اعمل بقى بيج ليا. طب بقول لك ايه، ممكن نخرج عن السكريبت شويه؟ اه طبعا. طيب خلاص بقى الرهبه راحت يعني. طبعا جوزك برضو اللي صور لك الكليب اللي هو قلبي ما يشبهنيش. انا ملاحظه ان انتوا بتعملوها يعني. اللوكيشن ده فين؟ في البلكونه عندكم؟ ده لوكيشن فعلا الروف عندي. الروف عندك. يعني على فكرة اللي عايز ينجح بينجح بأقل التكاليف، يعني ما كانتش محتاجة ثروة علشان تعمل فيديو كليب والناس تعرفها بيه، لا بأقل الإمكانيات. حقيقي فعلا. المهم الصوت على فكرة طبعا. في أي كليب احنا عايزين نسمع صوت حلو. صح بس. صح بالظبط. طيب لما لقيته بقى انتي وجوزك، جوزك اسمه ايه؟ مينا. مينا، انتي ومينا لقيتوا ان الكليب ضرب. بالظبط. ايه اللي حصل؟ لا قررنا بقى ان احنا نعمل بيج على الفيسبوك. بقى عندي الشجاعه ان انا اواجه ناس اكتر ما اعرفهاش. هي كان ساعتها الوقت ده السنه اللي فاتت وقت كورونا، لما الناس كلها كانت قاعده في البيت. فكنت قاعده ما بعملش بقى نشاطاتي الطبيعيه، فعندي وقت فراغ كبير. فعملت لونش للصفحه في الوقت ده. وكانت خطوه بالنسبه لي جريئه، ويمكن انا لما برجع افكر يعني اقول انا عملت كده ازاي، كانت خطوه محتاجه شجاعه، بس انا سعيده بيها جدا. ولو رجعت كل مره لنفس الوقت هاخدها برضو. طيب احنا هنسمع حالا، بس في حاجه كده بين قوسين عايزه اعرفها. التصوير ومقدور عليه مين هيصورك، لكن المكساج بتاع الصوت والتركيبات والحاجات دي مين بيعمله؟ مينا. مينا برضو؟ ده مينا ده يعني بقول لك ايه؟ انا بقول لك من غيره ما كانش هيبقى فيه اي حاجه، ما كانش هيبقى فيه مارينا.